صباح الأمل والخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من هذا الصباح ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار ومجموعة متنوعة من الفقرات والحوارات المختلفة اللي بنتمنى مشيئة الله أن تحوز على أعجاب حضراتكم النهاردة. شهاب صباح الخير. صباح الخير أمل، صباح الخير مشاهدينا الكرام. حلقة جديدة النهاردة الخميس 31 أكتوبر 2024، هنكون معاكم على مدى ساعتين بمجموعة من التقارير والحوارات المختلفة، بالإضافة طبعا إلى الحوارات اللي بتتناول موضوعات مختلفة. هيكون معانا النهاردة ثلاث حوارات. أول حوار هيكون حوالين مبادرة اسمها اعرف بلدك، ودي مبادرة بتستهدف الجاليات المصرية في الخارج وإطلاعهم على المشروعات التنموية المختلفة اللي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية لتعزيز الانتماء. يمكن ده شهاب بيهدف بشكل أو بآخر إنه الطيور المهاجرة زي ما بنقول أو المصريين في الخارج ما يبقوش منعزلين عن التطورات في الداخل المصري، خاصة من الأجيال الجديدة والحديثة، وبالتالي لازم يبقى فيه متابعة وتعريف لأهم وأبرز الإنجازات والمشروعات على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة. في هيكون برضو معنا حوار في يومها العالمي المدن الذكية، هتكون أو بالفعل هي ثورة حديثة في التنمية الحضرية. هيكون لنا حوار النهاردة أيضا حوالين الموضوع ده، ثورة حديثة تكنولوجية بطبيعة الأحوال ومعلوماتية أيضا، ويعني بتأتي في إطار التطور العلمي الحديث وأهمية مواكبة هذه التطورات وكيفية مواجهة التحديات والصعوبات المختلفة من خلال هذا الإنجاز العلمي الحديث. برضو آخر حواراتنا النهاردة مشاهدينا هيكون حوالين ملتقى القاهرة للخط العربي. طبعا الخط العربي بيعبر وبيترجم الهوية والثقافة العربية، ومهما كان في تطور متعلق بالذكاء الاصطناعي أو استخدامات الكمبيوتر بشكل أو بآخر، إلا أنه يظل مهارة الخطاط لها شكل وخصوصية يعني بتجعله متفرد عن يعني الاستخدامات التكنولوجية الحديثة. طيب احنا معانا خبر تاني، وللمرة الأولى بتستضيف مصر العام القادم أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما يعد هذا الحدث الأول من نوعه الذي تنعقد فيه الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات في دول عربية، وأيضا بيعد الثاني من نوعه على مستوى قارة أفريقيا بأكملها. وبيعد استضافة مصر لأعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات تتويجا لمسيرة البحث العلمي في مصر، خاصة مع انضمام البلاد إلى اللجنة الاستشارية للجمعية العامة. والجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات نشأت في عام 1993، وده كان بمشاركة خبراء ثلاث تجمعات رائدة من أكاديميات العلوم والطب والهندسة لبحث قضايا التنمية المستدامة وتغير المناخ والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى الصحة العالمية والتعامل مع تداعيات الفقر ومحو الأمية. بتعقد الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات كل ثلاث سنوات بمشاركة أكثر من 50 أكاديمية علمية حول العالم. متواصلين مع حضراتكم في هذا الصباح، ولكن بعد الفاصل في فقرة منوعة من أخبارنا الصباحية أصحابكم فيها زميلي شهاب شعلان. بعد الفاصل استنوا. صباح الفل، النهارده هنعمل مجموعه تمارين يلا نعملها مع بعض واشوفكم بعديها علشان نتكلم في موضوع مهم. We'll be right back.
رجعنا بعد التمارين وهنتكلم النهارده عن التدريب عموما في الجيم والحاجات اللي احنا بنعملها. دايما بنركز على حاجتين مهمين جدا، وهما تدريب المقاومات اللي هو بيكبر العضلات بتاعتنا واللي هو بيساعدنا ان احنا نخس اسرع، وتدريب الكارديو زي الاجهزه اللي موجوده ورايا دلوقتي اللي احنا بنستخدمها علشان نعمل فات بيرنينج، ان احنا نخس او ان احنا نبتدي نحسن لياقه الجهاز الدوري التنفسي النفس بتاعنا، او ان احنا بنستخدمها احيانا لما نيجي نعمل احماء او نيجي نعمل تهدئه. غالبا معظمنا بيبتدي يركز على الحاجات دي في الجيم، ولكن اللياقه البدنيه اللي احنا بنتمرنها في الجيم او في اماكن مفتوحه هي فيها حاجات اكتر من كده شويه. يعني اذا كنا قلنا ان تدريب المقاومات ممكن يزود لي عنصر القوه، ان انا يبقى عندي قوه اكتر، او الحاجات اللي ورايا ممكن تنمي لي عنصر التحمل الدوري، ان نفسي يبقى اطول وما اتعبش بسرعه. في حاجات زي البالانس، زي التوازن، في حاجات مثلا زي التوافق العضلي العصبي، في حاجات مثلا زي المرونه، في حاجات زي مثلا سرعه رد الفعل. ففي صفات بدنيه ثانيه، الصفات دي ممكن نكون ان احنا بنستخدمها في حياتنا بنسب، النسب دي بتختلف من شخص لشخص وفقا لللايف ستايل بتاعه او اسلوب الحياه بتاعه، سواء كان هو من النمط المتحرك او سواء كان ان هو الحركه بتاعته ليها صفات معينه، زي مثلا الناس اللي هم بيشتغلوا في مهن محتاجه ان هم يتحركوا والحركه بتاعتهم كمان ممكن تكون بتتحرك في اوساط، يعني ممكن يكون محتاج حاجات يتحرك على سقاله، بيتحرك على مهندس مثلا او كذا، فمحتاج يكون عنده عنصر التوازن بدرجه كبيره، محتاج يكون عنده عنصر التوافق بشكل كبير. فبالتالي احنا هنا كمان بنعمل حاجه اسمها كونديشننج او التاهيل لللايف ستايل بتاعي او لاسلوب الحياه اللي انا متطلبه، وده بيوفره لي عناصر اللياقه البدنيه اللي احنا ممكن نتمرنها في الجيم، ما يبقاش الموضوع مقتصر على نقطتين بس. يا رب النهارده تكون كانت المعلومه مفيده، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اهلا بكم. خلونا نبتدي اول فقراتنا في هذا الصباح، نستعرض مجموعه من الاخبار الموجوده معانا دلوقتي. مترو الانفاق الليله هيبدا تسيير رحلاته وفقا للتوقيت الشتوي مع تاخير الساعه 60 دقيقه بحلول منتصف الليل. وفقا للتوقيت الجديد تقرر قيام اول قطار في تمام الساعه 5:15 صباحا، بينما تتراوح مواعيد تسيير آخر قطار بالخط الأول سواء من حلوان أو المرج هيكون بين الساعة 11:40 دقيقة و 11:50 دقيقة مساء. جدول تشغيل قطارات مترو الأنفاق بيشمل على الخطوط الثلاثة، وهم حوالي 1353 رحلة يوميا. بكرة بتنطلق في محافظة الأقصر فعاليات الأسبوع الثقافي 34 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، هيستمر لحد يوم 8 نوفمبر المقبل تحت شعار يهمنا الإنسان. بيأتي الأسبوع الثقافي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة اللي بتستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية الأكثر احتياجا، وبيستضيف حوالي 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الست. بيضم الأسبوع 14 ورشة فنية وحرفية بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية. مشروع أهل مصر بيعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية سواء المرأة والشباب والأطفال، وبينفذ ضمن البرنامج الرئاسي اللي بيهدف إلى تشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.
معنا دلوقتي على التليفون دكتورة حنان موسى المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر. دكتورة صباح الخير وأهلا بيكي. صباح الخير، أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف أولا أبرز ما سيكون من فعاليات في إطار هذه المبادرة أو المشروع، مشروع أهل مصر في محافظة الأقصر اللي هتبتدي بكرة إن شاء الله. هو زي ما حضرتك قلت في البداية، هو من مشاريع مهمة جدا اللي بتقوم بيها وزارة الثقافة والهيئة العامة لأصول الثقافة. والمشروع ده في بدايته هو الفكرة كلها فكرة إن إحنا كلنا أهل مصر، بنرسخ المفهوم ده من ولادنا في المناطق الحدودية. كل الأنشطة وكل الفعاليات اللي بنشتغل عليها بتبقى دي الفكرة الرئيسية بتاعتنا. طبعا بيبقى ليهم زيارات في كل الاماكن السياحيه والتراثيه والثقافيه الموجوده في الاقصر. بيصاحب الرحلات والزيارات دي بتبقى في ورش حكي تفاعليه لكل حاجه هم بيشوفوها، بيعرف تاريخه كويس، لازم يكون فخور بنفسه ان هو ابن مصر. كمان بتبقى في مجموعه من الورش، مش انحرفوا بس، ده في ورش اكتشاف مواهب ورعايتها وتنميتها، ويبقى عندنا مجموعه من القوائم الخاصه بالاطفال اللي بتبقى بنسجل فيها المواهب الخاصه بالاطفال واماكنهم وتطورهم بعد كده. من ضمن الورش المهمه اللي احنا بنشتغل عليها عندنا ورش بالمسرح. بنشوف الأطفال اللي عندهم موهبة في المسرح وبيحبوا المجال، سواء على مستوى إنه يكتب مسرح أو إنه يمثل أو إنه يلعب معانا في فكرة الإخراج والديكور وغيره. بيبقى في ورش فرعية للموضوع ده. في عندنا ورش للفنون التشكيلية، الرسم بالموسيقى، عندنا ورش للأراجوز، ودي الورش المهمة اللي إحنا استحدثناها في أهل مصر، إن هو إزاي الطفل يتعلم فن الأراجوز، إزاي يصنع الأراجوز كعروسة، وازاي يبقى عنده اللغه والطريقه ان هو يقدر يتكلم بنفس اسلوب الاراجوز او بالسر بتاع الاراجوز ده. احنا كله بنعلمه لهم في مجموعه من الورش الخاصه بالعلاج بالفني، زي الورش اللي بيكتشف فيها بعض يعني التحديات اللي الاطفال بيقابلوها. في ورش الدعم النفسي، بنقعد معاهم في دوائر الدعم النفسي، بنتكلم معاهم، بنشوف التحديات اللي هم بيقابلوها، ازاي بنبدا نفهم خصوصيه كل مكان معاهم. في ورش للحرف التراثيه والتقليديه من باب ان هو يعرف يعني ايه حرفه تراثيه، يعني ايه حرفه تقليديه، يعني ايه تراث بلده وازاي يقدر يحافظ عليه. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم عن الشمول المالي ورياده الاعمال، من الاطفال ان هم سن صغير يبقى عنده مشروع اللي هو يكبر عليه، سواء كان المشروع ده على نفسه ان هو يبقى عنده هدف انه يوصل لمستوى معين، او المشروع ده هو ما شاف حاجه نفسه يعملها وببساطة كده ممكن يستثمر نفسه فيها في وقت من الأوقات. نعم. دكتورة حنان، الهيئة العامة لقصور الثقافة بتصدر بعض الكتب للأطفال المدعمة، بعضها بيوصل ل 3 جنيه و5 جنيه بطبعات فاخرة وجميلة، سواء بتحتوي على قصص مختلفة للأطفال وخلافه. إلى أي مدى برضو خلال هذه الفعاليات هيكون في حضور لهذه الكتب وإمكانية بيعها أو وصولها إلى المناطق النائية اللي ربما ما يكونش في قصور الثقافة في بعض القرى الحدودية أو الأماكن الحدودية بشكل كبير وواضح؟ طب أنا هقول لك على حاجة كويسة بس بنعملها في المشروع أهل مصر. من ضمن الحاجات الجميلة إن إحنا بنخلي الأطفال يتعلموا إزاي يصنعوا الكتاب، بمعنى يعني إحنا في بعض الورش كنا بنعلم، كنا بنقول لهم اكتبوا أحلامكم جوه الكتب، بيعجن الورق، يتعلم إزاي يعجن الورق وإزاي يفردها وإزاي يقطعها بمسطح زي الكتاب بالظبط، وإزاي يصنع كتاب، وجوه الكتاب ده كان بيكتب أحلامه. أنا بكرة هكون إيه؟ أنا من أي محافظة؟ أنا وفي الأحلام دي إحنا شفنا انبهرنا من أطفال في مناطق سعودية، يعني كانت لهم أفكار وليهم رؤى وليهم أحلام يعني عظيمة. تمام. أما بالنسبة لموضوع النشر والكتب الخاصة بالأطفال، فإحنا عندنا الهيئة يعني إحنا عندنا كتب بتوصل لجنيه مش 3 جنيه كمان. وبنوصل بيها لكل الأماكن المتاحة عندنا في قصور الثقافة، وكمان عندنا القوافل الثقافية، وعندنا المسرح المتنقل، وعندنا المسارح المتنقلة، فكل دي بيبقى فيها معاها مكتبات بتوصل للأماكن اللي هي ما فيهاش قصور ثقافة وما فيهاش بيوت ثقافة أو حتى يعني مكتبات صغيرة. تمام، شكرا. نعم.
كمان عندنا في حياه كريمه بنعمل ده برضه. عندنا حياه كريمه بتبقى صاحب لفعاليات حياه كريمه، مجموعه من المكتبات المتخصصه بتروح للاولاد. تمام، شكرا لحضرتك دكتوره حنان موسى المدير التنفيذي لمشروع اهل مصر، وكنت معنا عبر الهاتف. تجاوز مؤشر عدد النازحين في لبنان تحت وطأة العدوان الإسرائيلي 2,200,000 نازح خلال ما يقرب من شهر واحد بس، والنازحون بيعيشوا في ظروف غير إنسانية متدهورة، وده وسط إمكانات ضعيفة بتبذل معها مؤسسات الدولة اللبنانية جهود مضنية. وفقا لتقديرات منظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من 31,000 عائلة نازحة موزعة على 820 مركز إيواء جماعي، أغلبها مكتظة في ظروف معيشية سيئة، ده بسبب نقص المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية اللازمة لهم خاصة الصحية، وده مع قلة الحصول على الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة لدى النازحين، مما يؤدي إلى تعريض حياة كبار السن للخطر. أيضا بتتضاعف معاناة النازحين في لبنان مع بداية فصل الشتاء، مع النقص الحاد في الأغطية ووسائل التدفئة، مما يوفر بيئة خصبة لانتشار العدوى بالأمراض. معنا دلوقتي مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتورة ماريز يونس، أستاذ علم الاجتماع ورئيسة الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية. دكتورة ماريز صباح الخير وأهلا بك. صباح النور، أهلا، شكرا للاستضافة. أهلا بك دكتورة. على ضوء ما يتعرض له المدنيون في لبنان مع العدوان الإسرائيلي، إلى أي مدى حضرتك بتشوفي في تغيير أو استمرار للنهج اللي كانت إسرائيل بتستخدمه مع المدنيين في مثلا بداية الثمانينيات عن دلوقتي؟ هل تغير أسلوب تعامل إسرائيل مع المدنيين اللبنانيين؟ العنف متأصل بإسرائيل، يعني هذا العدو لا يعرف طريقة للمواجهة إلا بالعنف، لأنه ليس لديه أي حق فيستخدم العنف لتحقيق أي أهداف عسكرية أو استراتيجية يريدها فيستخدم العنف. ولكن اليوم دكتورة ماريز يبدو احنا فقدنا الاتصال بها، هنحاول معاودة الاتصال بها مرة ثانية. ايوه دكتورة ماريز هتنضم لنا دلوقتي مشاهدينا، وحتى تنضم الينا دكتورة ماريز يونس استاذ علم الاجتماع ورئيسة الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية. اهلا بك مرة ثانية دكتورة ماريز. اهلا اتفضلي دكتورة، استكملي الكلام. نعم، فهذه الاستراتيجيات التي يستخدمها يعني نحن أطلقنا بالشبكة الدولية ندوات تسمى بعنوان الحروب الجديدة قراءات متقاطعة، لأن هناك حروب جديدة يستخدمها، يعني بهذه الحروب يستخدم الإسرائيلي تقنيات متعددة، منها التكنولوجيا المتطورة التي لم يسبق لها مثيل، واستخدام يعني حتى بلبنان لأول مرة بالتاريخ استخدام البيجر والاستهداف المباشر لأكثر من 3,000 شخص بلحظة واحدة، تقطيع أوصال، وهذه لم نشهدها من قبل بهذا الدرجة من العنف، خصوصا أنه يملك التكنولوجيا أولا، وأنه يملك القانون الدولي كله هو فوقه، فهذا الصمت الدولي أيضا أجاز له استباحة المدنيين واستباحة البشر واستباحة الحجر واستباحة كل شيء، يعني كل شيء بخص المدنيين. اليوم نحن اليوم كمان أطلقنا سلسلة ندوات تحت عنوان كيف أصبح المدنيون أدوات الحروب الإسرائيلية الجديدة، لأنه هذا التهجير الذي تتكلم عنه لم يسبق له، يعني لبنان أبدا لم يشهده، مثل 1,300,000
نازح يتدفقون في لحظة واحدة ويتم إخلاء مراكز إيوائهم بلحظة بلحظة. كل يوم نحن المناطق الآمنة التي ليس فيها أي مواقع عسكرية كما يدعون بطوائف أخرى، طوائف ليست تابعة لحزب الله، بصيدا، ببيروت العاصمة، بالجبل، كل منطقة آمنة يلجأ إليها نازحون يستهدفها العدو الإسرائيلي، مما يؤدي إلى نزوح متنقل. النازح الواحد يتنقل 7 مرات بأسبوع من منطقة لأخرى. هذا استهداف للمدنيين، هذه حرب على المدنيين لزعزعة إيمانهم، لكي يستسلموا، لخلق حتى حروب أهلية للتضييق عليهم. هذا يعني وهو نشهده اليوم، أن هناك تعب، ويعني المدنيين أكيد إذا كانوا هم الضحية معاناتهم اليوم تزداد. نعم. ولكن هذه الطريقة يستخدمها كان بحرب غزة، والصمود استمر ولم يحقق أي شيء. واليوم نحن بلبنان، المشهد مختلف ومشرق، والتضامن الإنساني في أوجه. نحن بمبادرتنا نسلط الضوء على هذا التضامن الذي لم يشهده لبنان في حياته، رغم أنه من كل الطوائف، رغم أنه من احتضان طائف من كل طوائف من كل لبنان للشعب، فأهدافه لم تتحقق بزعزعة البيئة الداخلية. نعم، شكرا لك دكتورة ماريز يونس، أستاذ علم الاجتماع، رئيس الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد يعرض مزيدا من الأطفال للموت، ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل. القرار بتاع إسرائيل أثار مخاوف داخل إسرائيل بحظر عمل الأونروا، أثار مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب. جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة قال، وهو عامل عن كثب في غزة منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر 2023، قال في مؤتمر صحفي أنه إذا لم تتمكن الأونروا من العمل فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة. بيانات صادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية أظهرت أن ما يقرب من 13 ألف طفل تأكدت هوياتهم لقوا حتفهم خلال الحرب، وبيعتقد بأن العديد من الأطفال الآخرين ماتوا بسبب أمراض ناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء والماء. وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة وصفت عمل الأونروا بأنه لا غنى عنه، وقال يانس لايركا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال إن الحظر بيمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة. مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب قالت إن المنظمة لا تستطيع أن تحل محل الأونروا في غزة، لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة. محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور أكد انتماء أبناء المحافظة إلى الوطن وإدراكهم بحجم مشروعات التنمية اللي أنجزت على أراضيهم بتكلفة بلغت 700 مليار جنيه. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها محافظ شمال سيناء إلى النيل للأخبار. خلونا نشوف المزيد في التقرير. أعزائي مشاهدي قناة النيل للأخبار، احتفلت محافظة شمال سيناء بذكرى مؤتمر الحسنة هذا اليوم الذي ليقف فيه قبائل وشيوخ سيناء في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا الاحتفاء ب يعني يوم الصمود والتحدي للإرادة المصرية والإرادة الشعبية المصرية ضد هذا العدوان الإسرائيلي، ويوم الصمود والتحدي في هذه الذكرى. للحديث أكثر
أكثر عن هذا اليوم. يسعدنا أن نلتقي بالسيد اللواء أركان حرب خالد مجاور محافظ شمال سيناء. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يعني لو كنا النهاردة عن الاحتفالية هذه الذكرى لمؤتمر الحسنة، وإلى أي مدى هذه الذكرى تمثل يوم للصمود لأهالي سيناء؟ والله انا مش هتكلم على هذا الموضوع بشكل روتيني. احنا يعني عندنا احتفالات وطنيه كثيره جدا، انتصار اكتوبر 73، اعياد السويس، معركه المنصوره الجويه وهكذا، لكن احنا محتاجين ان احنا في هذا التوقيت، يعني اخص بالذكر ان احنا في معركه للتنميه والتطوير هذا المجتمع، ان احنا نقتبس من هذه المناسبات الوطنيه عشان لصالح التنميه. الحقيقه اتكلمنا كتير في يعني ازاي ان احنا بنعمل التنميه والمثلث بتاع الاقتصاد اللي هو الحكومه والقطاع الخاص ومنظمات العمل المجتمعي. الاهم من كل ده ان الجيل اللي يقود هذه الارض عشان ابقى انا فعلا عملت تنميه حقيقيه لازم يتعلم الوطنية من الآخرين، والوطنية دي لا تدرس. أنا مش محتاج إن أنا أجيب طالب في المدرسة وأشرح له عن إيه وطنية عشان يبقى وطني، أو مواطن مثقف وكبير أقول له الدولة عملت استثمارات 700 مليار جنيه في محافظة شمال سيناء عشان ننمي هذا المجتمع. الوطنية دي خبرات بتكتسب وبتحس. إحنا يعني مناسبة زي دي طورنا فيها إن إحنا عندنا عدد كبير من المجاهدين اللي هم ابناء سيناء اللي ساعدوا القوات المسلحه في حرب 73 وكان لهم دور كبير في نجاحها، وخدوا اعلى الاوسمه من رئيس الجمهوريه. كل واحد فيهم في ناس موجوده وفي ناس توفت، وفي ناس ابنائها موجوده، في ناس ابنائها توفت واحفادها موجوده. لا انا يعني انا قلت لهم في الكلمه بتاعتي هذا الرمز الراجل المجاهد ده شرف لقبيلته، فادينا له شهاده باسم القبيله، وهذه القبيله ومجموعة من القبائل ده شرف لشمال سيناء، لمحافظة شمال سيناء، وشمال سيناء في هذا الحدث وبالمجاهدين دول شرف لجمهورية مصر العربية. ومعلش أنا مش هتحدث عن بلد، يعني جمهورية مصر العربية فخر الوطن العربي والوطن الإسلامي وفخر إقليم الشرق الأوسط وحامية الحمى بكل مكوناتها. يعني فهو دي الفلسفة بتاعت الاحتفالات. احنا مش عاوزين احتفالات روتينية ومجرد كلمات بتتقال وتاريخ بيسرد بلا هدف. الهدف الأساسي ان احنا ننقل هذه الخبرة ونعلم هذه الوطنية للأجيال اللي هي تقود المستقبل قريبا جدا في هذه المحافظة المحترمة، ولازم يكونوا مؤهلين نفسيا، لأن معلش قد يعدي عليهم أحداث زي مؤتمر الحسنة، وقد لا يعدي عليهم، يعني بالتأكيد مش هيعدي عليهم حاجة من دي، لأن الحروب النظامية تكاد تبقى معدومة. حرب الإرهاب احنا خلاص خلصناها، طب هياخد الدوافع بتاعته منين؟ لا عندنا تاريخ قوي جدا يجب أن نستمد منه الدوافع للشباب بأسلوب وتفكير علمي. برضه لو اتكلمنا اكيد يعني محافظه شمال سيناء شهدت العديد من المشروعات التنمويه واللي استطاعت دفع عجله التنميه الشامله في جميع ارجاء المحافظه، يعني الى اي مدى استطاعت هذه المشروعات التنمويه ان تساهم في تحقيق التنميه وخدمات اهالي سيناء؟ والله طبعا ده سؤال كويس جدا. يعني انا معلش لما بعمل تنميه لو كان فيها شيء من العشوائيه او عدم حسن التخطيط مش هتنجح بنسبة 100%، وده أنا بتكلم بشكل علمي. التنمية وتنمية الاقتصاد له أسس علمية. الدولة وليست المحافظة بدأت بأسلوب علمي. الهدف الأساسي والهدف الاستراتيجي للدولة من التنمية في شمال سيناء عدم عودة الإرهاب والبناء للمستقبل وخلق مجتمع بشكل جديد تنتهي فيه الثغرات. ألف بيه اقتصاد، شبكة طرق، منافذ متعددة، عندنا ميناء بحري، عندنا ميناء جوي، مطار العريش الدولي، مطار على أحدث طراز وأكبر إمكانيات، ومنافذ برية، منافذ البرية الأنفاق تحيا مصر، وده عمل عظيم حقيقي مش موجود في دول عظمى يعني. والحمد لله نجحنا بفضل المولى عز وجل ومجهود الأبطال إن احنا نعيد دخول القطار إلى محافظة شمال سيناء بعد غياب مش 10 سنين، 57 عام. فاحنا الحمد لله احنا المثلث العلمي بتاع العلم الاقتصاد، العمل الحكومي بالتنسيق مع القطاع الخاص بيدعموا العمل المجتمعي لسد الثغرات، كل ده الحمد لله ماشي.
وبيتراجع على فكره، مش ان انا كل شويه باخد الملف بتاعه واروح اعرض على السيد رئيس الوزراء او وزيره التنميه او الاقتصاديين، لا لا لا، ده الكلام ده بيسجل بشكل يومي على شاشات ديجيتال عشان نقول ان احنا بدانا نتحول ونبقى دوله رقميه، وبتابع بشكل يومي كل فيما يخصه. اشكرك يا فندم بالحرب التوفيق. والله انا اللي بشكر حضرتك، وكل سنه حضرتك طيب. والله ده كان حوار مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء في حوار خاص لقناة النيل للأخبار. بنكون كده مشاهدينا وصلنا إلى ختام الجزء الأول في هذا الصباح، ولكن باقي فقرات هذا الصباح وأول حواراتنا هتبتدي بعد فاصل قصير مع زميلتي أمل نعمان.